بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع حديث قدسي جديد نتحدث اليوم بإذن الله تعالى حول حديث يتحدث عن مسألة عظيمة أيضا من مسائل الدين والاعتقاد، وهي مسألة وقوف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالناس جميعا يجمعهم الله سبحانه وتعالى في يوم لا ريب فيه، وهذا اليوم يسأل الله عز وجل فيه العباد في موقف يتفاوت فيه كل إنسان عن الآخر بحسب حاله وعمله. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب وفي السنة تدل على هذه المسألة العظيمة. وحديثنا اليوم حديث من الأحاديث القدسية التي تناولت هذه المسألة، وقد جاء هذا الحديث عند البخاري رحمه الله وعند غيره من أصحاب الحديث. ونذكر في كلامنا روايتين للبخاري رحمه الله تعالى ذكرهما في موضعين مختلفين. أما الرواية الأولى فقد ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وفي باب الصدقة قبل الرد، وأما الرواية الثانية فقد ذكرها في كتاب بدء الخلق باب علامات النبوة في الإسلام. قال في الرواية الأولى بسنده رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان ابن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي أو محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول، يعني راوي هذا الحديث من الصحابة هو الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه. وعدي بن حاتم كان نصرانيا فجاء فأسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له في الإسلام من الخير ما كان. فيقول رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. قال: ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ قال: فيقولن: بلى. قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار
ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، قال: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أما الرواية الأخرى قال رحمه الله بسنده أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت: لم أرها. قال: وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قال: قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له: ألم أبعث إليك رسولا؟ فيبلغك فيقول: بلى. قال: فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني يقصد بقية الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم فيه من المسائل الكثير والفوائد الجم الغفير، إلا أننا يعني نركز الحديث حول ما عنونا له في أول الكلام، وهو أن الحديث يتعلق بمسألة عظيمة، وهي مسألة وقوف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولا يمنع أن نعرج على بعض الفوائد. قال البخاري رحمه الله عن عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل. فكما في الرواية الأخرى: إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. والعيلة والفاقة الفقر والشدة، فشكى إليه أحدهما الفقر وأنه لا يجد يعني ما يكفيه، والآخر شكى إليه قطع السبيل.
وقطع السبيل أي قطع الطريق على المارين به. وقطع الطريق يكون من طائفة يترصدون في مكامن الطريق، يعتدون على الناس لأخذ أموالهم أو قتل نفوسهم، وهذا يجعل الرعب في قلوب الناس اعتمادا على قوتهم وشوكتهم وبعدهم عن أسباب الغوث والنجدة. فإن قطاع الطريق يأتون إلى مكامن الطرق البعيدة عن غوث الناس فيقطعون الطريق، فجأة يخرجون على الناس قوافل أو نحو ذلك يأخذون ما معهم، وكان هذا يعني كثيرا في أماكن في الجزيرة العربية، بعض قطاع الطريق يقتنون في الكهوف والجبال ونحو ذلك، فإذا مرت القوافل خرجوا عليها وأخذوا المال، وربما قتلوا أحيانا بعض النفوس اعتمادا على قوتهم واستغلالا لأمر أنه لا يوجد غوث لمن مر بهذا المكان. فأحد الناس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى الفاق، والآخر شكى قطع السبيل. ففي الرواية الأولى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل، وذكر. في الرواية الثانية: فقال يا عدي هل رأيت الحيرة، يا عدي هل رأيت الحيرة، وجه الخطاب إلى عدي. ولعل هذا هو المجلس الذي جاء فيه عدي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة. والحيرة هي بلد كانت لملوك العرب يكثرون فيها، وكانت تابعة لحكم فارس، يعني حكم كسرى، وهي في جنوب الجزيرة. وهذه البلد أو هذه البلدة يكثر فيها ملوك العرب، فقال له هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت لم أرها، وقد أنبئت عنها، أنا سمعت عن، زي ما يكون واحد كده بيتكلم في حاجة شبيهة كده في المعنى، وبيقول لواحد آخر في زماننا مثلا: أنت رحت فرنسا مثلا؟ يقول له: لا، بس أنا سمعت عنها. قال: لم أرها وقد أنبئت عنها. قالت: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. الحيرة دي بلد ملوك العرب فيها مشركين، مشركين، فهذه بشارة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى ترى الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. لا، ده مش مسألة أمان الطريق فحسب، لا، ده في زيادة وأخرى، وهي إسلام وأهل هذه البلد الحيرة، حتى تأتي المرأة منهم الضعينة، يعني المرأة التي تركب يعني الإبل وعليها هودج، المسافرة، يعني المرأة المسافرة. العرب فيهم برغم ما كانوا فيه من الجاهلية إلا أن فيهم من مظاهر المروءة ومظاهر يعني الأخلاق الحسنة ما فيهم. فعلى سبيل المثال المرأة كانت إذا ارتحلت يجعلون لها هودجا تجلس فيه بحيث تبقى مستورة، حيث تبقى مستورة، بخلاف ما نراه، نسأل الله العفو والعافية، من كثير من نساء المسلمين والعياذ بالله، مش في الصحراء ولا بتاع محدش شايفها كتير، لا، ده في شوارع فيها آلاف من الخلق تخرج شبه عارية والعياذ بالله. قال: هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة.
لا تخاف أحدا إلا الله. هذا يدل على ماذا؟ على شيوع الأمن والأمان. هذا يدل على شيوع الأمن والأمان. الرجل الأول بيشكو الفاقة والثاني بيشكو إيه؟ قطع الطريق. طيب الكلام ده جواب غير مباشر ويحمل بشارة لسؤال من الذي يشكو قطع الطريق. فقال: لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. حتى تطوف بالكعبة دليل على الأمن الشديد جدا، حتى أن المرأة ستخرج وحدها. وهذا الحديث مما استدل به من قال بجواز خروج المرأة للحج إذا لم تجد محرما، فتخرج في صحبة آمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خروج المرأة في آخر الزمان وحدها إذا كان الطريق آمنا. ودي مسألة فقهية فيها تفصيل طويل، ونميل إلى الجواز والله أعلم في الحج، في أمر الحج، يعني الحج المفروض. قال: لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قال: قلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ أين دعار طيء؟ دعار يعني قطاع الطريق لهذه المنطقة. طيء، فدعار طي يعني بيقول عدي رضي الله عنه، بيقول الله، طب ازاي هم اللي هيروحوا فين ساعتها بقى؟ دعار طي اللي هم قطاع الطريق في هذه المنطقة. قال: فقلت في نفسي، فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ الذين سعروا البلاد، سعروا البلاد يعني ملأوا البلاد شرا، ملأوا البلاد شر. وقال سعروا البلاد يعني استعارة على، يعني أنه كما تقول استعرت النار. الذين سعروا البلاد كما تقول استعرت النار، يعني هؤلاء أوقدوا الشر والحرب في الطرق. أين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ يعني الذين أكثروا الفساد والشر وأوقدوا الفساد والشر في هذه الطرق. قال، وهو عدي رضي الله عنه بيقول كده، بيقول سبحان الله، كان بيقول كده يعني سبحان الله، يعني اللصوص دول والطرق اللي هي الغير آمنة دي ستتحول إلى طرق آمنة. فهو يعجب من هذا، سبحان الله، هل سيأتي يوم على هذا النحو؟ نعم. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، أو لتفتحن كنوز كسرى. يعني من مظاهر كذلك انتشار الأمن والأمان بسبب الإسلام، أنه إذا طالت بك الحياة ستفتح كذلك بلاد كسرى وقيصر. قال بلاد كسرى أسف قال: قلت كسرى بن هرمز، ما شوف عدي رضي الله عنه قاعد بيسمع حاجات طبعا في وقته حاجات غريبة جدا، ويسأل دعار طي دول يروحوا فين؟ الطريق هيبقى كل ده آمن اللي مليان لصوص وقطعين طرق؟ طيب تفتح كنوز كسرة؟ الله، كسرة بن هرمز اللي هو يعني الرجل الثاني في العالم في القوة، زعيم أكبر دولة أو زعيم القوة الثانية على مستوى العالم، كسرى ابن هرمز. قال: كسرى ابن هرمز، قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. يعني لئن طالت بك حياة يا عدي سترى ذلك.
قال: لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة. ملء الكف ذهب ده حاجة كبيرة. قال: يطلب من يقبله منه. تصور يعني الناس في العادة أنه بيتصدقوا بجزء من الأموال لا يصل إلى كف من ذهب، ففي هذا الوقت سيصل الحال إنك إن واحد شايل في إيده صر الذهب، دنانير، دنانير ذهب، صر الذهب، وهذا حدث، وهذا حدث. الأمور الثلاثة حصلت كما في الرواية الأخرى، الرواية الثانية، قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. بيقول أنا شفت المشهد ده، تحولت الجزيرة العربية كلها إلى أمن وأمان، والإسلام ساد هذه الجزيرة حتى تحركت المرأة المسافرة في الطريق لا تخشى إلا الله، تريد أن تطوف بالبيت. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، بيقول وحضرت المعركة التي فيها كذلك فتح بلاد كسرى ابن هرمز. هذه بشارة، البشارة الثانية. قال: ولئن طالت بكم حياة، لأنه ما حضرش الثالثة بقى، فبيقول اللي بيكلمهم: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. تصديق وإيمان. قال: لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. سبحان الله، عدي لم يرى ذلك لأنه مات قبل حصول هذا، وقد حصل وحدث ذلك كما قال كثير من العلماء في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حتى ذكروا ذلك وجاء هذا بالسند كما جزم بذلك البيهقي رحمه الله تعالى بأن ذلك وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، وذكر بسنده إلى رجل من أولاد عمر بن الخطاب في من نسل عمر بن عبد العزيز، من نسل عمر بن الخطاب من أولاد عمر بن عبد العزيز، قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز تولى 30 شهرا، وفي ناس بتقعد 30 سنة. قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، نتذاكر من نضعه فيه فلا نجده، قد أغنى عمر الناس. رواه البيهقي. وانظر إلى هذا المشهد الذي ذكره أكثر من واحد من أهل السير والحديث وغيره، أنه عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز ولي الخلافة 30 شهرا، يعني 2 و6 أشهر، 2.5 سنين، مش كده؟ 2.5 سنين. خلى العالم كل الإسلامي تغير. الله، هو عمر كان يعني عنده عقلية ذرية قوي ومش عارف ايه، وعمل بقى مشروعات صناعية وتجارية ومش عارف ايه وكل الكلام ده. 2.5 سنين ما يكفوش، لكنه انظر إلى ما يجعله الله عز وجل الذي عنده الخزائن على يد هذا الصالح، لأنه ما وجد بعد الخلفاء الأربعة في حكمه وحاله مثل عمر بن عبد العزيز. طبعا ده مش تقليل من شأن معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كان أعظم ملوك المسلمين، أعظم ملوك المسلمين، إنما كان في زمن عمر بن عبد العزيز حصل تغير شديد جدا. عمر بن عبد العزيز أصلح إصلاحات شديدة جدا التي أحدثها أولاد معاوية بعد بعده، أصلحها هو.
وكان من أعبد الناس. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله حدث في زمانه هذا وأنهم كانوا يبحثون عن فقير فلا يجدون فقيرا يعطونه. أي نعم، سبحان الله العظيم، يمشوا بصرة الذهب يدوروا على حد فقير مش لاقيه. حتى ذكروا في سيرة عمر بن عبد العزيز أنه في زمانه كان يخرج منادي عمر وينادي في شباب المسلمين: من كان غير متزوج فليأتنا نزوجه، وغير ذلك. أي نعم. قال عدي رضي الله عنه: ولئن طالت بكم حياء لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. وهذا هو موضوع المسألة التي فيها كذلك صريح العبارة التي فيها كلام الرب سبحانه وتعالى، والكلام القدسي الذي به نسب الحديث إلى الحديث القدسي. قال: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ليس بينه وبينه في الرواية الأولى حجاب ولا ترجمان، يترجم له. وهذا لأجل أننا في الدنيا بيننا وبين الله حجب، إننا لا نقدر على ملاقاة الله في الدنيا، ولا نقدر على رؤية الله في الدنيا، ولا نقدر على كلام الله في الدنيا. أما في الآخرة فإنه ليس بين العبد وبين ربه حجاب ولا ترجمان، ليس بينك وبين الله لا واسطة ولا حجاب يحجبك عن ربك سبحانه وتعالى. قال: فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولا؟ يعني يقول للعبد: ألم أبعث إليك رسولا؟ فيبلغك فيقول: بلى. في الرواية الأولى قال: ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. قال: ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ قال: فليقولن: بلى. قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا المشهد يكون يوم القيامة، يوقف الله عز وجل العبد بين يديه ويكلمه من غير حجاب ولا ترجمان: ألم أبعث إليك رسولا؟ وفي الرواية الأولى: ألم أوتك مالا؟ يعني ألم أجعل لك الرزق والنعمة مني التي لا تحتاج بها إلى أحد، ولا تكون في حاجة لأحد فتستغني بها عن الناس؟ ألم أوتك مالا؟ ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك، كما في الرواية الأخرى: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ يعني أجعل نعمي عليك كثيرة، نعمة المال والولد وغير ذلك. فيقول: بلى. قال: ألم أبعث إليك رسولا؟ فيبلغك فيقول: بلى. طيب، نعم عظيمة وكثيرة، ورسول يأتيك ينذرك ويخبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. هذا المشهد أهو في حق عموم الناس، أم هو في حق العصاة، أم في حق الكفار؟ فالأقوال في ذلك عند العلماء كلها تتضمن كل ذلك. فأما إذا كان في حق الكفار فإنه يقال ذلك للكافر: ألم أوتك مالا؟ ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟
وأبعث إليك رسولا فيبلغك، يعني بعد كل هذا تكفر، فليس لك إلا النار والعياذ بالله. فينظر عن يمينه فلا يجد إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فالعقوبة محيطة به من كل جهة بسبب عصيانه وكفره لربه الذي أعطاه النعمة من المال والولد وغير ذلك، وأرسل إليه من ينذره ويحذره، أرسل إليه رسولا ومع ذلك كفر، فهذا عقابه النار. ولذلك لا يرى خيرا، إذا نظر عن يمينه رأى النار ووجد النار، إذا نظر عن شماله لا يرى إلا النار. وأما إذا كان في حق العاصي فهذا ترهيب له شديد، ثم كذلك إن شاء الله أدخله النار هذه وإن شاء نجاه، أي أنك أعطيتك المال وأعطيتك الولد وأعطيتك النعم وأرسلت إليك الرسول، ثم بعد ذلك تعصي وتخالف وتنحرف، فانظر إلى هذه النار، ينظر فلا يرى إلا النار. إذا نظر عن يمينه لا يرى إلا النار، إذا نظر عن شماله لا يرى إلا النار. فعند ذلك يصيبه الخوف والفزع بما ارتكب من العصيان في حق الله تعالى، فإن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. وأما في حق المؤمن فإن كان، وإن كان هذا الوجه والله أعلم يعني أضعف الوجوه، فإن كان في حق المؤمن فهذا من باب إظهار من الله عز وجل على المؤمن وإظهار رضاه عنه، يعني كأنه إنني أعطيتك نعما في الدنيا وأرسلت إليك رسولا فبلغك، انظر إلى فضلي عليك، قد أعطيتك النعم في الدنيا وأرسلت إليك رسولا لينجيك في الآخرة، فانظر إلى النار وعقاب من خالفه. فيعلم المؤمن عند ذلك أن الله قد نجاه وفضله على هؤلاء، والله أعلم. قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي، وفي الرواية الأولى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة، يعني اتقوا هذه النار حتى لا تتعرضوا للعذاب فيها، أو حتى لا تتعرضوا لمثل هذا الموقف، أن يكون العبد في مثل ذلك، إذا نظر عن يمينه لا يجد إلا النار، وإن نظر عن شماله لا يجد إلا النار. نسأل الله العفو والعافية. فعند ذلك يتمنى أن لو عمل الصالحات، فيدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الصالحات، قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اعمل من الحسنات والخيرات ولو أن تتصدق بشق تمرة، هذا العمل اليسير قد يكون سببا في النجاة من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فقد ينجو الإنسان بسبب شق التمرة. ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان أو جاريتان لها، ابنتان صغيرتان أو جاريتان لها، قالت فسألتني، قالت: فأخرجت لها ما عندي ثلاث تمرات، قالت: فأخذت واحدة وناولت ابنتيها كل واحدة تمرة، قالت: فأكلت البنتان التمر، فلما همت المرأة أن تأكل تمرتها نظرت إليها ابنتاه
يعني يريدان التمر أو معنى ذلك. قال فأرجعتها وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة منهن شقا. قالت فأعجبني ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما كان من أمر هذه المرأة. قال إن الله غفر لها برحمتها هذه، أو كلمة نحوها. في رواية قال إن الله أدخلها الجنة برحمتها هذه، وفي رواية قال فيها فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وذكر يعني جزءا من هذا المعنى والله أعلم المذكور في هذا الحديث، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد شق تمرة. قال فبكلمة طيبة، إن لم تجد شق تمرة كلم كلام كويس، كلم كلام طيب تنال به الثواب وتنجو به عند الله يوم القيامة. انظر كلمة، أي نعم، كلمة طيبة تنجو بها عند الله، أي نعم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أو لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من الكفر والضلال. وفي بعض الروايات وإن الله لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها ما يبلغ في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم فيه مسائل كثيرة وفوائد عظيمة، ولا سيما هذه المسألة، وهي أن العبد موقوف بين يدي ربه يوما لا محالة، وإن الله عز وجل سيسأله عما عمل، ولذلك لا بد للعبد أن يعمل لهذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك لما رأى الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى رجلا يضحك ملء فيه، فقال تضحك ملء فيك، وهل علمت مآلك، أو كلمة نحوها. ثم قال له كم تبلغ من العمر؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغه؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل تدري ما معناها؟ أي تدري ما معنى هذه العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال الرجل وما معناها؟ قال إذا علمت أنك لله أنك ملك لله، إذا علمت أنك ملك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فاعدد للسؤال إجابة. فقال الرجل وما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما سبق، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما سبق، أو كما جاء في هذا يعني الخبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يلهمنا الإجابة عند السؤال، وأن يتغمدنا برحمته سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.